أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم حلقتنا هي حلقة مميزة إلى أبعد الحدود مع حبيبتنا وسيدة السيدات وسيدة الرجال الدكتورة وفاء سلطان. بالبداية خلونا نرحب بالدكتورة وفاء. أهلا وسهلا فيك دكتورة وفاء. شكرا لك أخي جان، شكرا على هالترحيب الحار، وأنا بالكمان بحب رحب فيك وبكل الأخوة المشاهدين، وبتمنى إلك وإلون وإلي لقاء يكون حلو ومميز. أشكرك أشكرك بصراحة أختي وفاء، يعني أنا ما عندي أخت أكبر مني، فأحس أشعر إنك أختي الكبيرة دائما، يعني دائما تسلم تسلم، يعني اعتباري اخت، بيعطيني احساس ما زلت شابة وفي مقتبل العمر، أنت وما زال شابة امامي الكثير لاعيشه. بالضبط، أنت بصراحة أنت قمة الشباب، وأنا أتمنى من الشابات اللي عنا يكونوا بنفس جرأة وشجاعة وشباب وفاء سلطان. وقت اللي حفيدي بيقول لي تاتا بقول له اسكت، نحن رفقة مش تاتا وحفيد. بحس حالي أصغر منه صدقني. صدقيني هذا من القلب الشاب اللي عندك، يعني أنا كثير سعيد فيك ست وفاء، وأنا كثير فخور فيك، والشباب يعني عنا كثير كثير كثير، خصوصا الملحدين يعني يعشقونك عشقا. ولكن في هالحلقة هاي بدنا شوية نلقي الضوء على بعض الأشياء الغير مفهومة. ولا يهمك، فتسلمي تسلمي أصدقائي، يعني أنا ما بعرف أسوي مقدمات بصراحة، يعني ما بدي أدخل بالموضوع دغري. يعني نحن بهالحلقة راح نحاول نفهم مين هي وفاء سلطان، كيف بتفكر، شو بيعني لمسألة الشباب الملحدين، العلاقة باليهودية بالمسيحية. ولا طبعا يهمك، أنا أتشكر جزيل الشكر إنه هي اللي جرأتني وقالت لي اسأل الأسئلة التي تستخجل أن تسألها، اسألني تعرف أخي جان، أخي جان، تعرف إنه أنا ما بحب حدا يسألني، بحب حدا يتحداني، لأنه أنا مثل الألماس، كلما طرقت عليه كلما ازداد إشعاعا. بكل لذلك تأكيد. ما بحب الأسئلة التقليدية، وإنه واحد يطرح علي أسئلة، بحب واحد يتحداني، لأنه بالتحدي يخرج أفضل ما عندي. بكل تأكيد بكل تأكيد، ونحن هون لذلك أنا كتبت عنوان الحلقة المواجهة الكبرى مع الدكتورة وفاء سلطان. ف شدوا الأحزمة، يعني شدوا الأحزمة. طيب ولا يهمك ولا يهمك. طيب دكتورة وفاء، خليني نبدأ، مين هي وفاء سلطان؟ من هي وفاء سلطان؟ بالضبط. تعرف انه انا شخصيا ما بحب كتير هالسؤال، بس مثل ما بيقول المثل، المعاملة مع الله، طبعا مو مع الملحدين. ولذلك بناء على هذا القول انه المعاملة مع الله، رح اجيبك على هالسؤال. طبعا انا عندي طريقتين، هناك طريقتان للإجابة على هذا السؤال. حسب التعريف الدارج لأي شخص، مثلا عندما تقول من هو أحمد الفلاني، طبعا الناس بيقولوا لك هو ابن فلان، ولد في المدينة الفلانية، تلقى علومه، نال شهاداته، بيحكوا لك عن إنجازاته، يمكن يحكوا لك عن خلفيته الدينية. بناء على هذا التعريف الدارج أقول لك وفاء سلطان هي كتاباتها وإنجازاتها، ولكي تتعرف عليها يجب أن تعود إلى تلك الكتابات وإلى تلك المقابلات. لكنني الطريقة الثانية، لو أردت أن أعرف نفسي لنفسي، لاختلف التعريف. كيف أرى وفاء سلطان؟ أو كيف أرى نفسي؟ ما بدي أقول وفاء سلطان، لم أعد أنا وفاء سلطان التي يعرفها الناس من خلال كتاباتها، بل أنا أكبر من وفاء سلطان بكثير. أنا مخلوق كوني ارتقى بنفسه إلى مستوى ذاته العليا، تلك الذات اللي أنا بعتبرها جزء من الكون،
وبعتبر الكون جزء منها. طبعاً لا يستطيع أي إنسان أن يتقمص ذاته العليا إلا إذا تخلى عن الأنا عنده. الأنا هي اسم الشخص، وهي عائلته، ثقافته، وعلومه، وإنجازاته. الأنا هي التعريف الدارج للشخص. أما الذات العليا فهي أكبر من ذلك بكثير، هي الكون فيك وأنت الكون فيه. في حياتي اليومية أنا بمارس حياتي، عندما أمارس أو أعيش حياتي اليومية أنسى من هي وفاء سلطان، أعيش حياتي كتواصل كوني. هذا التواصل يمدني بالوفرة في كل شيء جميل. عندما أعيش وفاء سلطان، وفاء سلطان تقزمني، وعندما أنساها أصبح بحجم الكون. أستعيد قدرتي على أن أتوحد. عندما أنسى وفاء سلطان وأتوحد مع الكون أصبح بحجم الكون، وأستطيع عندها أن أتوحد في قطرة ندى. صور قطرة ندى تحملني. أستطيع أن أقف على جنح فراشة. هذه هي وفاء سلطان، أو هذه هي، لا أريد أن أقول وفاء سلطان، هذه هي نفسي كما أراها وكما أعيشها. أما وفاء سلطان فهي هذه المقابلة، وهي كتاباتي، وهي إنجازاتي. وإذا أراد أحد أن يتعرف علي يجب أن يعود إلى تلك الكتابات وإلى تلك المقابلات. أظن يعني نحن اكتشفنا موهبة جديدة ألا وهي الشعر. أنت شاعرة أيضا، يعني بصراحة أنا كثير معجب فيك، وكل طبعا كلنا وأصدقائنا معجبين فيك. تسلمي. طيب خلينا ندخل بما أنه طرحنا، شو بتعتقد وفاء سلطان؟ ما هو إيمانها؟ شو بتؤمن؟ بعتقد إنه ما أؤمن به ليس عقيدة، وإنما طريقة حياة. لأنه في فرق. العقيدة هي نوع من البرمجة تقولبك حتى تصبح كالتمثال وتقع بين كلاليبها مدى العمر. عندما تتبع عقيدة تسقط فريسة لتلك العقيدة. هذه العقيدة لا تسمح لك أن تفكر خارج صندوقها، وتجبرك على رفض كل ما يتعارض معها، تصبح كالتمثال. أما الطريقة التي تعيش بها حياتك تسمح لك أن تكون منفتح العقل أمام كل ما يرميه الدفق الطبيعي للحياة في طريقك. أنا بناء على التعريف السابق لنفسي، أنا كل يوم شخص آخر، كل يوم أختلف عن اليوم الذي سبقه، كل يوم أتعلم شيئاً جديداً، وهذا الشيء يغيرني على مدار الساعة. التفاعل مع كل ما هو جديد والانفتاح عليه، وطبعاً ليس بالضرورة قبوله، هو عقيدتي إن صح التعبير. على كل حال بعتقد أنه أنت والأخوة الملحدين معك بتريدوا جواب أكثر تحديداً، سأعطيك ذلك الجواب. أنا أؤمن بأن هناك قوة كونية عليا تتحكم بهذا الكون، وهي قوة خيرة وجميلة بالمطلق. هذه القوة أعتبرها لغزا، وجمالها يكمن في لغزيتها. عندما تحاول كملحد أو كمؤمن أن تشرح هذا اللغز تخسر الكثير من جماله. ليس هذا فقط، لن تستطيع أن تشرح. طيب هذا اللغز. طيب دكتورة وفاء، هل لديك أي دليل على ما تقولين؟ شيء ملموس ممكن نفهمه، ممكن عقلنا يفهمه؟ أشعر بالأسف، أشعر بالحزن عليك وعلى كل من يطرح هذا السؤال، لأنه إذا بس بدك لازم تآمن بالأشياء الملموسة ستخسر الكثير في الحياة، وستكون حياتك مقولبة تحت عدسة المجهر كما يتقولب المؤمن داخل عقيدته.
ستخسر الكثير إن كنت تحتاج أنت تحب أو أنت تعشق امرأة. كيف تستطيع أن تثبت لي أنك تعشقها؟ دكتورة وفاء، بصراحة أنا ما مسألة مشاعر. إذا مسألة المشاعر، أنا أجد نفسي جزء من الكون، أنا وعي الكون ذات نفسه بنفسه. هذا ما كل أي شخص ملحد، يعني الكون تطور حتى صار يوعى بذاته. يعني أنا كدماغ إنسان بشر، أوكي، أنا من جزء من الكون. الكون أكبر بكثير من قدرتنا على إيجاد برهان ملموس لكل شيء فيه. يجب أن تتعامل مع الكون طاقوياً، يجب أن تتحاور مع الكون طاقوياً، إحساساً ومشاعر وطاقة. لا تستطيع أن تثبت، لأن الكون أكبر بكثير من أن تحشره داخل عدسة المجهر. الكون أكبر بكثير من أن تضعه على طاولة مخبرك. أليس هذا نفس قول المؤمنين أن الله لا يدرك العقل، لا يدرك شيء؟ أليس نفس قول المؤمنين؟ كل العقائد قاطبة قزمت الله، ولم تتركه لغزا، ولا حددت كما تحدد السردين داخل العلبة، كما تحدد أي شيء. لا تستطيع أن تعرف الكون، هذه هي العظمة فيه، لا تستطيع أن تعرفه. أنت تحاول كما يحاول المؤمن. المسلم يقول لك يحمل عرش الله ثمانية. تصور كم هو قزم هذا الإله. بالمقابل اليهودية تقول أنه ظهر لموسى في غيمة، معناه تحددت الله. والمسيحية كذلك تقول أنه نفخ من روحه في مريم فتجسد في المسيح. أنا لا أقبل بالمعنى الحرفي لهذا التعريف، لأنهم يقزمون الله. كل العقائد قزمت الله، كل العقائد حددت الله. حددت كجدول الضرب، وحددت كأي مسألة حسابية أو قضية فيزيائية أو فيزيولوجية أو تشريحية تحاول أن تثبتها تحت عدسة المجهر. هذا هو خلاف. برأيي أنا الشخصي، الملحدون والمؤمنون يتشاركون في هذه الناحية بالضبط، لأنك لا تستطيع أن تحدد الله حسب مفهومي أنا. إذا اعتبرنا كلمة الله تجاوزاً، هو أكبر من أن يحدد. نحن بشر، وأنا ما زلت أؤمن أن العقل البشري محدود جداً، ولا يستطيع أن يستوعب الكون كله. وطالما لا نستطيع أن نستوعب عظمة هذا الكون، ليس من حقنا أن نؤمن فقط بما تحت عدسة المجهر أو بما على طاولة المخبر. طيب، ممكن اليوم شغلة ما بنعرفها بنعرفها بعدين، يعني ليش ضروري إنه نوهم نفسنا؟ هذا صحيح، ولكن البيس أو خط السرعة الذي يمشي عليه الإنسان هو دليل على أنه لن تصل يوما إلى المعرفة الشاملة لهذا الكون. أستطيع أن أقرر ذلك. نحن أبطأ من النملة بالقياس إلى هذا الكون في محاولاتنا لتفسيره. ولذلك لا أتصور أن النملة، هذه النملة، نحن لسنا أكبر من النملة قياسا للكون. ولذلك لا أستطيع أن أتصور أن هذه النملة أو هذا المخلوق المتناهى في الصغر يستطيع يوما أن يستوعب العظمة المتجسدة في القوة الكونية. تلك القوة، دعني أعود لأستكمل الجواب، هذه القوة هي كامنة فيني وأنا جزء منها، هي في داخلي، هي في داخلي. بالبوذية في فكرة كتير بتعجبني، بيعتقدوا أنه بطن بوذا يستوعب الكون كله. هي في كل واحد منا، في كل واحد منا يتجسد الكون. نحن جزء منه وهو جزء منا.
كيف عندما تتخلى عن أناك، ما هي الأنا؟ هي الاعتبارات التي ألصقوها فيك كاسمك وعائلتك وإنجازاتك ودينك. لا تستطيع أن تصبح جزءاً من القوة الكونية إلا عندما تتخلى عن الأنا. طبعاً فلسفي ليس من السهل أن تستوعبها، ولكن بإمكانك لو حاولت أن تصل إليها يوماً. قد تسألني كيف وصلت وفاء سلطان إلى هذه القناعة؟ سأقول لك، قادني إليها المديتيشن، الاستغراق في التأمل. طبعاً أنا أمارس هذا النوع من الرياضة الروحانية، إذا صح التعبير، أمارسه ساعتين كل يوم. في البداية تعذبت كثيراً، من الصعب جداً أن أشرح لك هذه الفلسفة ما لم تكن قادراً أن تعيشها، وأنا أعيشها بحذافيرها. طبعاً في البداية تعذبت كثيراً، وقد أخذني من الوقت أكثر من 10 سنوات لأستطيع أن أصل إلى مرحلة متقدمة من الاستغراق في التأمل الذي هو المديتيشن. طبعاً عند هذه المرحلة أشعر أنني انفصلت بالكامل عن جسدي المادي وكل الاعتبارات الملصقة بي. لا أتذكر شكلي، لا أتذكر اسمي، لا أتذكر عائلتي ولا ثقافتي ولا إنجازاتي، وأصبح عندها روحاً تتقمص الكون بأكمله. قد يعتبر البعض من المشاهدين هذا مجرد خزعبلات. لا تستطيع أن تتأكد من صحة قولي ما لم تتدرب لكي تصل إلى هذه المرحلة. هذا الإحساس وهذا النوع من الرياضة الروحانية التي أمارسها ساعدني لأن أقبل الناس كلهم في حياتي بما فيهم، صدق أو لا تصدق، أبو بكر البغدادي. نعم، لا تضحك، لا تستغرب، فأنا أقبل أبا بكر البغدادي كما أقبل نفسي. أقبله لأنني أستطيع أن أجرده من أناه، فأراه عندما أجرده من تلك الأنا، أراه جزءاً من الكون الذي أنتمي إليه كما أنا وأنت جزءان منه. أقبله، طبعاً لا أقبل شره، لأن شره هو جزء من أناه وليس جزءا من ذاته العليا. أبو بكر البغدادي ضحية أناه التي قولبه داخلها دينه وعقيدته وتعاليمه وعائلته وثقافته. أخي جون، عندما تصل إلى هذه المرحلة تصبح موصولا بمنبع كوني لا ينضب. وأنا اليوم، صدق أو لا تصدق، أنت حر، أحس وأعرف بما لا يدع مجالاً للشك أنني موصولة بذلك المنبع، ومنه أستمد طاقتي وأستمد إبداعاتي وأستمد محبتي لكل شيء في هذا الكون، ومنه أيضاً أنهل كتاباتي. عندما وصلت إلى تلك المرحلة بقي شيء وحيد يجب أن أقوله. عندما وصلت إلى هذه المرحلة خسرت شيئاً واحداً، شيئاً مهماً للغاية، هو موجود عندك وموجود عند كل ملحد وموجود عند كل إنسان، ولكنني خسرته وأنا سعيدة لأنني خسرته. خسرت النزعة الانحيازية لدى الإنسان. لم أعد أنحاز لأي شيء، لم أعد أنحاز لأي شخص ضد شخص، لم أعد أرى في الكون أشراراً. أخي جان، أنا ما بشوف في أشرار، بل أرى بشراً ابتدوا بالشر لأنهم خسروا ذواتهم العليا وتمسكوا بأنواتهم. هذه هي عقيدتي. يعني أنا أعتقد أنك في كل الحاد بصراحة. أنا ما اللي وصفتي لي إياه، اللي حكيتي لي إياه، اللي كل هالشيء هذا، أنا أظن هو الإلحاد بعينه. يعني ما أظن
في ملحد لا يفكر كما تفكرين. يعني الناس هي الشر هذا ذات نفسه اللي انت عم تقولي انه شفنا الناس اشرار، بالعكس نحن نشوف انهم ضحايا للشر، ضحايا للفكر مثل ابو بكر البغدادي وغيره. يعني يا طبعا طبعا، لا انا لا اختلف، انا كل ما اختلفه مع الملحدين انه ما يعتبروا حالهم هن الصح بالمطلق. خذ واعطي، خذ واعطي، واي فكره لا تمتلك بديلا لها لا تناقش بها. بسمعهم انا بياخذوا ايه قرانيه وبينزلوا فيها، طيب ما هو البديل؟ ما هو البديل؟ اعطي البديل من روحك، اعطي البديل من كونيتك. يجب ان تخسر النزعه للانحياز عندما تجادل اي شخص، يجب ان ترى فيه جزءا من الكون الذي تنتمي اليه. عندما يتخلى كل منكما عن اناه يصبح ذاته العليا، ويصبح لا فرق بينك وبينه. نحن نواجه الشر، يجب أن نكون إيجابيين حتى في مواجهتنا للشر. هذه هي العقيدة التي أؤمن بها. دعني أبسط لك الفكرة، ربما يستطيع البعض أن يستوعبني من خلال أن أضرب لك مثلا. هل رأيت أو فكرت يوما كيف يخرج النحات من داخل الصخرة تمثالا؟ طبعا فكر معي، هو لم يضف أي شيء من عنده. عندما تخرج التمثال أنت لم تضف أي شيء، كل ما هنالك أنك استخرجت التمثال بكامله من داخل الصخرة. هكذا نحن في الحياة، العقيدة أي عقيدة تقولبك وتكلسك داخل الصخرة بما فيها الإلحاد إذا اعتبرته عقيدة. لا دير من اختلافنا، لا دير من اختلافنا، كل عقيدة تكلسك داخل الصخرة. الصخر المحيط بك هو الأنا التي يميزها اسمك وعائلتك وإنجازاتك ووظيفتك والأهم دينك أو المعتقد الذي تؤمن فيه. أن سؤالك لي ما هي عقيدتك يدل على أنك تملك عقيدة. المهم طريقة حياتك، المهم أن لا تدع فكرة تلبسك، أن لا تدع فكرة تحدد من أنت مهما كنت مؤمنا بتلك الفكرة، مهما كنت مؤمنا. أنا برأيي من خلال حياتي الشخصية أنا لا أكتفي بالحقائق التي تقدمها لي حواسي الخمس، أنا أملك طريقة أخرى تقدم لي حقائق أكثر نقاوة. الحواس الخمس، والتي طبعا هي بما فيها الحواس الخمس عدسة المجهر وطاولة المخبر، قد تقودك إلى الخيال وتقودك إلى الوهم. أحياناً أربعة أشخاص على زوايا مختلفة من الشارع يشهدون حادثاً معيناً، كل واحد يدلي بشهادة مختلفة عن الآخر تماماً. بناءً على تلك الحقيقة أنا أملك طريقة أخرى تقدم لي معلومات وحقائق لا تستطيع حواسي الخمس أن تقدمها، ألا وهي الحدث بالسين. الحدث عندك قوة لا أستطيع أن أشرحها لك، ولا أستطيع أن أضعها تحت عدسة المجهر، ولا أستطيع أن أضعها على طاولة المخبر. هذه القوة هي الرابط التي تصلني بالمنبع الكوني، وأنا أثق به. هناك حوادث يومية تحدث في حياتي، أقرأ الكون بلغة لا تعتمد على الحواس الخمس. هناك حوادث كثيرة وقعت في حياتي لا أستطيع أن أسهب
فيها من خلال ساعة أو ساعتين. لذلك مثل ما بيقولوا بالإنجليزي you are entitled to your opinion because رأيك أنت هو وليد التجارب اللي عشتها، ما فيك تحرمني من تلك القصص ولا تستطيع أن تحرمني من تلك المعجزات إذا صح التعبير التي وقعت في حياتي. بناء عليها أبني ما يمكن أن أسميه عقيدة إذا صح التعبير، علما بأنني أرفض ذلك تلك الكلمة، أرفض تلك الكلمة، ولكنني أنا لي لغة. لا، مرة أخرى أريد أن أصر على أنني هناك طرق أتواصل بها مع الكون وأحصل على حقائق نقية للغاية. طبعا هذه اللغة لا تخضع للحواس الخمس ولا تخضع لمجهر العلم أو لمخبره. أشكرك، أشكرك جزيل الشكر أختي وفاء. بصراحة يعني كفيتي ووفيتي، وأنا يعني صدقيني ماني شايف هالفرق الكبير، ولكن يعني بعض الملحدين يعتبرون هم الملحدين، ما بعرف، المتملحدين يعتبرونها عقيدة والإلحاد ليس عقيدة. على كل حال خلينا نروح على سؤال آخر. كلاتنا بنعرف وفاء سلطان هي من أجرأ، أنا بصراحة أجرأ امرأة شفتها، هي ونوال السعداوي من نساء العالم العربي. يعني أنا لما أول مرة أشوفها كان أظن 2006-2007، شفت حلقة مع فيصل القاسم، وجرأة وفاء سلطان أبهرتني بصراحة، أن تقف امرأة في وجه العالم العربي كله تقول نبي كذا 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 وهذه الحقائق. أنا كنت منبهر بصراحة، يعني أكون صادق معك وأحترمك من أول همسة همستيها أجت على أذني بصراحة. شو السر وراء جرأة وفاء سلطان، وشو اللي خلاكي تطلعي بالأساس؟ يعني أنت دكتورة وتقدر تعيشي حياتك بكل بساطة، أنت بهالحالة عرضتي نفسك للخطر، يعني سويتي شيء زلزال بصراحة. يعني تفضل أخي جان. أعود إلى جواب السؤال السابق، عندما تصبح كونياً تتحرر من الخوف، لأنك تعتبر الكون مسؤولاً عنك، تضع نفسك في حمايته. هذا لا يعني، أنا ما بحب حدا يفهمني غلط، هذا لا يعني أنني محمية من الإرهاب الإسلامي، ولكن يعني أنني محمية حتى أؤدي الغاية الكونية التي أتيت من أجلها، وعندما تنتهي مهمتي الكونية لا يهمني أن أرحل. هذا الاعتقاد كان وراء تلك الجرأة التي كنت حضرتك فخورا بها، وأنا أشكرك بالمناسبة. العفو، العفو. عندما تصبح كونيا تتجرد من الخوف، لأنك بتحس حالك لا أحد يستطيع أن، أنت الكون، أنت بحجم الكون، ولا أحد أن يستطيع أن ينال من عظمة الكون. الكون أرسلك في مهمة كونية، عندما تنتهي تلك المهمة سترحل، كلنا سنرحل. ولذلك أعتقد ما بقيت حية لأن مهمتي الكونية لم تنتهي بعد، وثق تماماً عندما أضع النقاط الأخيرة سأرحل كما يرحل أي شخص آخر، وسأترك ورائي وفاء سلطان الكونية بكل إنجازاتها وبكل ريحانياتها وبكل أفكارها. أنا متأكد أنت ستتركين ورائك ثورة سيدة وفاء. بصراحة هذا رأيي من قديم، رغم يعني اختلافات أنا ما يعني بصراحة ما تناقشت فيها هيك بيني وبين نفسي، حتى نكون اختلافات، أنا اللي شفت ما في اختلافات بيناتنا، ولكن قد يكون فقط عدم فهم لمسائل بعضها. سؤال عندي بصراحة، طيب أوكي بدي السؤال هو جا عبالي، أوكي أنا أسف. هل تؤمن وفاء سلطان بشيء
ما بعد الموت خلينا نقول، يعني شوي هيك السؤال يعني بسيط. نعم نعم أؤمن، نعم أؤمن بأنك بأن روحك تترك الجسد المادي وتلتحق بالكون، نعم أؤمن، وتصبح روحا بالمطلق. وهل لها وعي؟ هناك يطلق عليه أصحاب هذه الفلسفة، يطلقون عليها الوعي الكوني، universal conscience، الوعي الكوني. أنا أؤمن بأن هناك وعيا كونيا، وأؤمن عندما تتخلى عن أناك وتصبح كونيا تصبح موصولا بهذا الوعي الجمعي أو الوعي الكوني إذا صح التعبير. لا يمكن، قلت لك حوادث كثيرة تقع في حياتي بشبه يومي، وهذه الحقائق تؤكد لي أنني موصولة بهذا الوعي الكوني. وعندما تنتهي مهمتي الكونية وتغادر روحي جسدي المادي، ستصبح جزءاً من هذا الوعي بالمطلق، ستنفصل عن الجسد المادي. نعم أؤمن بهذا، وإيماني كبير كبير، كما هو إيمانك بعقيدة الإلحاد هو إيماني بأنني أنا جزء من هذا الكون. أخي جون، لا يوجد خلل في أن أختلف معك. يجب، أنا لا أتصور أن هناك شخصان على سطح الأرض كل منهما صورة تبقى الآخر عن الآخر. حتى التوائم المتماثلة بيقولوا لك أنه شخصيات مختلفة تماماً، هم متماثلان بالشكل ولكن بالشخصية يختلفان تماماً، وهذا سر من أسرار الكون. لكل منا بصمته، ليس من الجميل أن يكون جان صورة عن وفاء سلطان، أو صورة وفاء سلطان صورة عن أي ملحد آخر. يجب أن نعتز بتلك البصمة، ويجب أن نعتز بشخصيتنا التي هي كبصمات أصابعنا. كل إنسان فينا مختلف عن الآخر، يجب هذا الخلاف بيني وبينك يجب أن لا يفتح خندقا بيني وبينك. هذا هو خلافنا مع الأخوة المسلمين، وهذا هو خلافنا مع الإسلام تحديدا. لا شيء، أنا لا أملك شيئا ضد الإسلام، يا ريت يكفروني، who cares، يكفروني يا أخي، أنا كافرة كافرة، بس لا تدعوا إلى قتلي لأنني كافرة. هذا هو خلافي الوحيد مع الإسلام. أنا أختلف مع كل من يحاول أن يسيء إلى الحياة، هم يسيئون إلى الحياة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون أو يقتلون. أين هي قيمة الحياة عندما لا يكون فرق، لا يوجد فرق بين أن تقتل أو تقتل؟ هذا هو خلافي مع الإسلام، ولولا ذلك هم أحرار أن يكفروا من شاء أن يكفروا، أن يشتموا من شاء أن يشتموا، لكن الحياة كقيمة هي التي تقف حائلا بيني وبين الإسلام. بكل تأكيد ست وفاء، وبصراحة يعني هذا مدخل لي، يعني نحن لما طلعنا مثل ما تكرمتي، نحن ما قصدنا، آمن بما شئت، روح على الجامع يوميا ولكن لا تهددني بالقتل، وبشان هيك نحن طلعنا. هي المسألة الوحيدة. في مسألتين أنا بختلف معك فيها بصراحة، وهي أنا يعني مثل ما بقولوا اختلافنا نحن أحبة وأهل مهما اختلفنا، ولا يهمك، حتى التوامين بيختلفوا. يعني مسألة انه الشيء بعد الوعي بعد الموت، طبعا هي انا بصراحة لست من هذا العالم. المسألة الثانية هي انه الحاد عقيدة، انا لا اعتبرها عقيدة، اعتبرها هي نظرة للحياة، موقف من الحياة بطريقة علمية بطريقة مخبرية يعني، ولكن انه عقيدة ممكن
وكثير من الملاحدة على فكرة، كثير من الملحدين ومن الملحدين لهم أسماء يعتقدون أنها عقيدة بصراحة. يعني لست يعني أنا مو أنا أصغرهم، ولكن كثير من الملحدين يعتبروها عقيدة. أنت من حقك أن تدافع عن حقك بالإلحاد، ولكن ليس من حقك أن تدافع ضد حق الآخر بالإيمان. هذا ما أختلف معك. أنا لست ضد المسيحي ولا ضد المسلم ولا ضد البوذي ولا ضد أي إنسان أن يعتنق ما يريد أن يعتنقه، بشرط أنه ما يتفش بالعومي غصب عني كما يقال بالإنجليزي. آمن بالحجر ولا تضربني بها. أنا لا أحاول، أنا شرحت لك ما أؤمن به، هذا ما أؤمن به، لكنني لا أفرضه على أحد، وليس من حق أحد أن يجبرني على 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 ترك ما أؤمن به. نحن هنا نطرح أفكارا، نحن هنا نطرح خلاصة التجارب التي مر بها كل إنسان منا. أنا هي خلاصة تجاربي. قلت لك أنني أمارس المديتيشن اللي هو الاستغراق في التأمل ساعتين كل يوم، وممارسة هذا النوع من الرياضة الروحانية أوصلني إلى تلك القناعات. أنت لم تمر في تجربتي كي تؤمن بما أؤمن، وهذا يجعلنا شخصين مختلفين، ولا يوجد عيب في أن نكون مختلفين، لكن العيب في أن أقول لك أنت لست على صح لأنك لا تؤمن بما أؤمن به. كل إنسان يخرج من تجربة بقناعة معينة، وكل إنسان من حقه أن يمتلك تلك القناعة طالما لا يسيء فيها إلى الحياة. الحياة يجب أن تكون أقدس المقدسات، أقدس المقدسات بكل ما فيها، بما في ذلك أبو بكر البغدادي. الحياة مقدسة ويجب أن نقدس الحياة، وكل ما يسيء للحياة يجب أن نقف ضده. أما أن تختلف معي في أنك لا تؤمن بأنك روح وجسد، who cares؟ من حقك أن تؤمن ومن حقي أن أؤمن. أنا هنا أطرح أفكاري لا لأنني أريد الآخرين أن يؤمنوا بها، أطرح قناعاتي من خلال التجارب التي خطها، ولكن سأدافع حتى الموت عن حقك في أن تكون ملحداً، وعن حقك في أن لا تؤمن بأن هناك نوعاً من الحياة بعد الموت. أشكرك أختي وفاء، بصراحة هذا مدخل في كثير من الملحدين، يعني عندهم هالتساؤل هذا، وبصراحة يعني قبل حتى ما نحدد موعد أو نفكر باللقاء هذا، في صديق بعث لي رسالة يقول فيها: أخي جان، بصراحة ما عم أفهم موقف وفاء سلطان ولا حمد عبد الصمد، يعني من جهة هجوم كاسح على الإسلام، ومن جهة أخرى تجميل وجه المسيحية والادعاء بأنها أصلاً علمية، شو رأيك؟ أنا حوالي السؤال إليك. أولاً أنا طبيبة، ودائماً لا شك أن تصرفاتي ومواقفي بشكل أو بآخر تتأثر بمهنتي. لنفرض جدلاً أنني طبيبة في غرفة إسعاف، وجاءني مريضان، أحدهما يعاني من ارتفاع حروري بسبب إصابته بالرشح بالزكام، درجة حرارة عالية جدا، والآخر مصاب بأعراض تدل على احتمال إصابته بنوبة قلبية. أنا أمام مريضين، طالما أقدس الحياة ليس فقط كطبيبة وإنما كإنسانة كونية كما أشرت في إجاباتي السابقة، يجب أن أترك المريض المصاب بترفع حروري وأصب كل جهودي
على الشخص الذي يعاني من أعراض النوبة القلبية، لأنني على ثقة أن الشخص الآخر بإمكانه أن يتحمل. أنا الآن في مواجهة قضية حياة أو موت، ومهمتي أن أنقذ هذا المريض المهدد بالموت. أتمنى أن يفهم الأخوة المشاهدين من هذا المثال موقفي من الإسلام، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، أنا وأنت أخي جان ولدنا أو أتينا من خلفية إسلامية، ولم نأتي من خلفية مسيحية أو يهودية. المفكرون في المسيحية واليهودية وضعوا الديانتين تحت عدسة المجهر، واستطاعوا أن ينشلوا أتباع تلك الديانتين من مغبة العقيدة التي تقولب، ولذلك تقدموا. اليوم نحن في مواجهة الإسلام. هناك مثل روسي يعجبني كثيرا، يقول إذا طاردت أرنبين لن تمسك أيا منهما، وإذا صوبت هاي من عندي هاي، وإذا صوبت بندقيتك على دريئتين، بتعرف شو يعني الدريئة، على دريئتين لن تصيب أيا منهما. لماذا يريدون أن نبعثر جهودنا لكي ونحن لا نعرف شيئا عن ما. أنا لم أتأذى كامرأة من المسيحية، لم أتأذى كامرأة من اليهودية، فلماذا يريدون أن أبعثر جهودي، أن أبعثر جهودي لكي أتناول المسيحية؟ والمسيحيون واليهود طبعا المفكرون من أمثالنا قد تجاوزوا قولبة تلك العقيدة. نحن الآن في مواجهة مع الإسلام ومع الإسلام فقط. أود أن أنتقل إلى الشق الثاني من سؤالك، وهو أنني أحاول أن أبيض وجه المسيحية. لو كنت مقتنعة بالمسيحية لأعلنت مسيحيتي اليوم قبل الغد، لو كنت مؤمنة. هم لا يفرقون بين المسيحية وبين المسيح. المسيحية عقيدة كأية عقيدة أخرى. لا أؤمن إطلاقاً بالقولبة داخلها. أنا أدافع عن المسيح كمعلم مستنير، كمعلم وصل إلى كونيته كما وصل بوذا وكما وصلت أنا، وسأشرح لك لماذا أؤمن إيماناً مطلقاً أن المسيح قد وصل إلى كونيته. المسيح قال عبارة واحدة: لم تصل أي فلسفة في العالم إلى كونية تلك العبارة، ألا وهي أحبوا أعداءكم. دعني أشرحها لك. لم تصل، قرأت فلاسفة الأغريق وقرأت فلاسفة الأمريكان وفلاسفة أوروبا، لا أعتقد أن عبارة في التاريخ البشري قد وصلت إلى كونية عبارة أحبوا أعداءكم. وأنا أقول لك لماذا؟ لأن الأنا، أعود إلى أجوبتي السابقة، الأنا دائماً تميز نفسها بخلق عدو لها. الأنا لا تستطيع أن تميز نفسها إلا عندما تقارن نفسها بشخص آخر. لا تستطيع أن تحب عدوك إلا إذا تخليت عن أناك وتقمصت ذاتك العليا. لا يمكن. أنا قلت لك أنا أحب أبو بكر البغدادي لأنني تخليت عن أناي ووصلت إلى مرحلة الذات العليا، ورأيت في أبي بكر البغدادي جزءاً من الكون كما أنا جزء من الكون. عبارة السيد المسيح هذه تدمغ بما لا يدع مجالاً للشك أنه وصل إلى كونيته، وكذلك بوذا، وكذلك أنا، وكذلك الكثيرون من الفلاسفة والمفكرين.
بصراحة أنا كنت أتساءل إنه أليست هالمقولة هي خارج نطاق الـ 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 يعني الإنسان نبض، يعني مبالغة، بالنسبة لي مبالغة إنه تقول. ليست مبالغة إطلاقا، أقسم لك بهذا الكون الجميل. لو تسنى لي أن أقابل أبا بكر البغدادي اليوم، أنا قادرة أن أعانقه وأطبع قبلة على جبينه. طبعا أنا ضد الشر الذي تجسده أنا. أنا أحب كل الناس، لا ليس لدي طبعا أحيانا أمر أترك تعليقات، وأحيانا لي بعض المواقف التي أعود فيها إلى أناي. أنا لست كونية بالمطلق، أحيانا أعود الإنسان وقت بيرتكب جريمة يقال أنه يعود إلى مكان الجريمة، يلتصق بجريمته، وإذا اعتبرت الأنا هي الجريمة فأنا أعود بين الحين والآخر إلى الأنا تبعي، بترك تعليقات صعبة تنال من الأشخاص الآخرين، أعترف بذلك وهو ليس جزءا من كونيتي، أعترف بذلك. هذه العبارة لو حاولنا أن نطبقها في حياتنا اليومية لأصبح العالم أكثر سلاما ومحبة. أنا أحب بعض التعاليم التي نادى بها المسيح، وسيرته تختلف إطلاقا. أنا عندما أقارن بين المسيحية والإسلام، أقارن بين محمد وبين المسيح، طبعا ليس من العدل بمكان أن تضع سيرة محمد وسيرة المسيح في كفة واحدة. هذا ظلم كبير. لم ينكح، لم يغزو، لم يسبي، لم يحمل سيفا، لم يقطع رقبة. هل من العدل بمكان أن تضع سيرة المسيح مع سيرة محمد في نفس الكفة لمجرد أن لكل منهما عقيدة وأتباع؟ من الخطأ بمكان. يجب أن نكون عقلانيين عندما نقيم الآخرين. يجب أن لا ندع إلحادنا أو العقيدة التي نؤمن بها تقف حائلا بيننا وبين رؤية الأمور على حقيقتها. أنا لا أبيد وجه المسيحية ولا يعنيني الأمر، لأنني لو أعلنت مسيحيتي ربما سأدافع عن المسيحية كأي مسيح آخر، ولكنني لست مسيحية. هل تتوقع وفاء سلطان التي جابهت الإسلام ستكون خائفة أن تعلن عن اعتناقها لأي دين آخر؟ من الخبل بمكان أن يظن أحد أنني مسيحية وأحاول أن أخفي ذلك. بالضبط أختي وفاء، يعني أنا بصراحة يعني أعجب بهالطروحات. يعني شو اللي بمنع؟ يعني هلا إذا أعلنت مسيحيتها شو لا أعرف. أنا أؤمن، قلت لك أنني أؤمن بأنه بعد الموت الروح تلتصق بالكون. طبعا المسيح لا يؤمن، المسيحية لا تؤمن بهذه العقيدة، لا تؤمن، لا أؤمن. ولكن لا هناك تقمص في الحياة. الآن أنا في بداية قراءتي لكتب كثيرة ولحالات موثقة هنا في أمريكا تدعم فكرة التقمص. أحب تلك الفكرة ولكنني لست متأكدة منها. المسيحية لا تؤمن بالتقمص. في كثير أشياء أنا بؤمن فيها، إذا نظر الرجل إلى امرأة فزنى، لا أؤمن بهذا القول. كلنا نحب الجمال، نحن نساء وننظر إلى المرأة الجميلة، هل معنى هذا أننا زنينا؟ في كثير أشياء لا يمكن أن أقبلها، موجودة في الإنجيل وموجودة في العهد القديم، لا يمكن. ولكن أنا أؤمن بأن هناك مساحة من الحرية في اليهودية وفي المسيحية سمحت للمفكرين وللعظماء أن يخرجوا من قبضة هذه العقيدة. لابد، هناك قول للمسيح لا تستطيع أنت ولا أنا أن ننكر أهميته. أعطوا لقيصر ما لقيصر ولله ما لله. هنا هذا هو الفصل الأول في التاريخ بين الدين والدولة. لا يمكن أن تنكر جميل هذا القول. ولذلك أنا أدافع كثيرا وأستمد الكثير من أفكاري من البوذية. لم أسمع
شخصا على الإطلاق يقول أن وفاء سلطان أصبحت بوذية ويحتج على هذا الأمر، فلماذا يحتجون على المسيحية؟ لا أفهم. هي المشكلة بين اليهود والنصارى الكفار والعياذ بالله. Exactly. Exactly. أخي جان، لا تفكر إنه الملحد سلخ جلده بس تحت الجلد في 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 جبة نبيه. يعني حتى أنا شخصيا أميز بين الملحد السني والملحد الشيعي والملحد المسيحي والملحد العلوي بسهولة. عندما أرى النقاش أو أقرأ النقاش بينهم أعرف من هو علوي، من هو سني، من هو شيعي، من هو مسيحي. هذا دليل أننا ما زلنا متأثرين بالعقيدة الإسلامية، وليس سهلا أن نخرج من جبة محمد أو من جبة المسيح. طيب عندي سؤال هون، كيف ترين الملحدين هلا على الساحة الموجودين؟ كيف بتشوف فيهم؟ شو نظرتك لهم؟ أبارك جهودهم وأبارك وجودهم في حياتنا. أعتقد أنك أنت والأخ إسماعيل محمد والأخ أحمد حرقان ثلاثة فقط قادرون، أعتقد أنكم قادرون على إحداث تغيير لم يشهد التاريخ مثيلا له. أنا لا أستصغر جهود هؤلاء الثلاثة، وأؤمن أنه بإمكانكم أن تغيروا، والتغيير الذي بإمكانكم أن تحدثوه هو أكبر بكثير مما تتوقع أنت أو السيد إسماعيل أو السيد أحمد حرقان. أنا فخورة بكم وفخورة بجهودكم. كل ما أتمناه منكم، المشكلة مو أنت، المشكلة بالأخوة، بعض الأخوة الملحدين الشباب الطالعين على حياة جديد، المشكلة إنهم بيربطوا الإلحاد بالعلم، وطالما هنن صاروا ملحدين معناته بيعرفوا الدجاجة من جابة والبيضة من بيضة، وبيلعبوا دور إنه هنن علماء فقط لأنهم ملحدون، وهذا خطأ كبير. هذا خطأ كبير. كونك ملحد لا يعني أنك تلم بكافة العلوم، ولا يعني أنك تمتلك الأجوبة لكل سؤال. ربما هذا الوهم الذي يعيشونه يقف حائلا بينهم وبين الحصول على المزيد من المعرفة لكي يدعموا بها مواقفهم. لذلك نصيحتي أنه استمروا بالقراءة. كونك ملحد لا يعني أنك ختمت العلوم كلها. كونك ملحد لا يثبت بالضرورة أنك أكثر علماً من المؤمن نفسه. لذلك هذا هي نصيحتي للأخوة الملحدين المفعمين بروح الشباب. أشكرك أختي وفاء. شو رأيك بمداخلة من أخونا أحمد حرقان؟ ولا يهمك، أحمد ابني وأنا أعتز به. طيب أنا رح أبعث له الرسالة بصراحة، يعني أنا قلت له إذا في مداخلة ممكن أتمنى من أخوي أحمد، أنا بعثت له على سكايب أتمنى يدخل معنا ونعمل مداخلة. طيب في سؤال بصراحة جاني من على السكايب عم بيقول، بس دقيقة، إنه ما هي الخطوات العلمية التي بواسطتها تقدمين للخلاص والطمأنينة النفسية للإنسان من خلال فكرتك عن الإله؟ سؤال من لفرندا. ما هي الخطوات؟ عيد السؤال أخي جان. ما هي الخطوات العلمية التي بواسطتها تقدمين الخلاص والطمأنينة النفسية للإنسان من خلال فكرتك عن الإله أو ما الاعتقاد؟ أنا رأيي إنه أول شيء لازم نعمله إذا كان الأمر أو السؤال يتعلق بوضع المسلمين عموما أو العرب خصوصا، أول شيء أن يخرجوا من الصخرة الإسلامية التي تكلسوا داخلها. لا يمكن إطلاقاً أن تتقدم خطوة للأمام وأنت محبوس عقلياً وروحانياً داخل تلك الصخرة. أهم شيء أن تتحرر. التحرر لا أعني به التحرر من الدكتاتورية
ولا أعني به التحرر من سلطة الأبوين، كل هذه الحريات مطلوبة، ولكن أن تتحرر داخل مخك وأنت تعيش مع أب سلطوي إسلامي إرهابي حتى العظم. تستطيع أن تكون حراً وأنت تعيش في بيئة قمعية للعظم. كن حراً، حرر عقلك من القيود التي تكلس داخلها. بعد أن تتحرر لكل حادث حديث، بإمكانك أن تسعى لجمع العلم والمعرفة. كما أشرت في بداية المقابلة معي، قلت لك أنا شخص مختلف كل يوم، لأن كل يوم بتعلم شيء جديد، وهالشيء جديد سواء قبلته أم لم أقبله يلعب دوراً في تغييري. لذلك أشعر كل يوم بأنني إنسانة مختلفة عن اليوم الذي قبله، لأنني تحررت، لأنني تحررت، لأنني أرفض ليس لمجرد الرفض، وأقبل ليس لمجرد القبول، وإنما أخذ وبعطي مع أي حدث أو مع أي شخص في حياتي. لذلك يحتاج المسلمون اليوم أكثر من أي وقت مضى، ويحتاج العرب تحديداً أن يخرجوا من الصخرة التي تكلسوا داخلها كي تنطلق عقولهم إلى رحابها، وعندها هم يعرفون كل خطوة تقودهم إلى الخطوة التي تليها. أكيد. طيب خلينا نروح على سؤال آخر. في الغرب كلتنا شايف، يعني أنا متغربة صار لي 22 سنة تقريبا، وحضرتك سنين طويلة، شوفي الابتسامة على وجه الناس دائما دائما موجود، بعكس العالم الإسلامي. بدي أحكي بس هيك قصة صارت معي هون، أنا بلندن مرة صديق تعرفت عليه بالكلش، كنا ندرس الإنجليزي أول ما جيت، فأنسى الإنجليزي، قال في واحد من سوريا يعني إذا تتعرف عليه. قلت أوكي ليش لا، يعني ابن بلدي أهلا وسهلا. فالمهم تعرفت عليه وعطيته موعد يجي لعندي على البيت، ففتحت الباب وشفته جاي من بعيد، يعني هو كان طابق فجاي من الأسانسير، وفتحت له الباب شفته عابس هيك بشكل عجيب وداخل. يعني صدقيني أختي وفاء، يعني أنا طب ليش هذا عابس؟ أنا تعودت على الناس مبتسمة، هل هالعبوس هذا يعني أنه أنا رجل؟ والله هالعبسة هي كيف يعني بتحللية من العالم الإسلامي؟ يعني هلا بنروح لأنيك بتلاقي كل الناس عابسة بعكس الناس اللي هون. أخي جان، كل تصرف هو ناتج ثقافي، كل تصرف ناتج ثقافي. الإسلام ثقافة جاءت من الصحراء واحتفظت بعقم الصحراء واحتفظت بتحجر البدو. هي ثقافة تكرس الحزن وكل العواطف السلبية. في مثل سوري أكيد أنت بتعرفه، يا ما ستي وستك قالت الله يعطينا خير هالضحك. هم يعتبرون ما يأتي بعد الضحك المصيبة الكبرى، يعتبرون أن الضحك دليل على شيء سيء قادم. طبعاً وهذا مستمد من القرآن. القرآن هناك آية ما بعرف إذا بعرف أولى بالطريقة الصحيحة، بتقول لا تمشي في الأرض مريحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور. ما علاقة المرح بالمختال والفخور؟ ما علاقة المرح؟ العواطف تنتقل بالعدوى. لقد أثبت علم النفس والطب النفسي كذلك أن الأشخاص المصابين بالكآبة يصيبون بالكآبة. أنت تعيش مع إنسان كئيب، باللاوعي تصبح كئيبا مثله. والآية في آية تمام أخرى شبيهة بتقول لا تمشي في الأرض مرحا لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. من قال أنني عندما أعبر عن مرحي أحاول أن أخترق الأرض وأن أبلغ الجبال طولا؟
أعبر عن فرحي، يجب أن نعبر عن فرحنا، عن فرح الذي نعيشه، لأن العواطف تنتقل بالعدوى، وكي ننقل الفرح إلى غيرنا يجب أن نعبر عن فرحنا. حتى العواطف السلبية، حتى العواطف السلبية يجب أن تعرف كيف تتعامل معها، يجب أن تعترف بوجودها. عندما تكون كئيباً ما بصير تتظاهر بأنك فرح، يجب أن تتكلم مع نفسك وتقول أنا اليوم كئيب، ما هي الأسباب التي أدت إلى كآبتي؟ أنا أقول لك من وجهة نظر الطب النفسي، الشعور سواء كان إيجابياً أو سلبياً هو ناتج فكرة. أنت تشعر بالكآبة في تلك اللحظة ربما بسبب فكرة تسللت داخل عقلك، وهي أنك تخاف أن المال الذي في حوزتك لا يكفي للمستقبل. عندما تعرف ما الذي سبب الكآبة تستطيع أن تتخلص منه، تستطيع أن تتخلص. لذلك الإنسان يجب أن يعبر عن العواطف السلبية والإيجابية، الإيجابية لكي يطفيها على الآخرين، والسلبية لكي يتمكن من الوصول إلى الأفكار والأوضاع التي سببتها كي يتخلص منها لاحقا. الإسلام هو ثقافة الحزن وثقافة الكآبة، ويعتبر العبوس والحزن هو دليل على شخصية جدية، وهذا ليس صحيحا. دائما بيقولوا لك بأمريكا وقت بيحكوا عن شخص بطريقة جميلة بيقولوا لك he has a sense of humor، عنده روح النكتة. هيا اعتبرونا ميزة من الميزات الجميلة لدى أي إنسان. طيب ست وفاء، بصراحة يعني نحن هي الساعة الأولى، ما بعرف قديش معنا وقت. نو ما معنا كتير، الله يخليك، أنا جعت، جو وقت اللانش عندي. أوكي يعني ربع ساعة كمان كفي؟ ولا يهمك، go ahead. ولا يهمك. طيب معناته ما نروح على أسئلتنا، نأخذ أسئلة المشاهدين، لأن ولا يهمك، أنا جاهز لأي سؤال. طيب في سؤال عم تقول، أظن محسن عم بيقول، هل ممكن تسأل الدكتورة السؤال الآتي، هل أنت تؤمنين بال... لا عفواً أنا آسف، يرجى إيصال للدكتورة وفاء، هل تؤمن بالحدث وخاصة أظن الحاسة السادسة وارتباطها بالأحلام والرؤية، وما تفسيرها لهكذا ظواهر؟ يرجى التفسير والشرح. طبعاً أنا أؤمن بالحدث، أؤمن. إذا أردت أن تسميه الحاسة السادسة فأنت حر، نعم أنا أؤمن به، وتلك الحاسة قوية جداً عندي، ومن خلالها أتحاور مع الكون، ومن خلالها أجد أجوبة للكثير من القضايا والمشاكل والأسئلة التي تطرح في حياتي، وهذا هو السبب لقولي أنني موصولة بمنبع كوني. نعم أنا أؤمن، وهي عندي قوية جداً، وهي موجودة عند كل شخص، أنا أؤمن، ولكن يتوقف الأمر على إيمان الشخص بتلك الحاسة، على إيمان الشخص بقوة تلك الحاسة لديه. نعم، قد لا أريد أن أذكر بعض الأمثلة، لأنني لو بعتقد أنه ما في مجال لذكره، وبعتقد أنه بده ذكر هالحوادث بده يجرنا على تشعيب الموضوع. في حوادث كتير بحياتي، أنا بكون عم بكتب، أعطيك مثلا بسيطا جدا، بكون عم بكتب مقالة، هلأ أنا عم بنشر كتاب عنوانه دليلك إلى حياة مقدسة، عم بنشره على الحوار المتمدن وعلى صفحتي في الفيسبوك، وأعتقد أؤمن إيمانا قطعيا بأن هذا الكتاب سيستبدل القرآن في غضون ربما عقدين أو ثلاثة عقول. طبعاً بوصل إلى نقطة معينة في كتابة الكتاب، بوصل إلى نقطة معينة ما عاد أعرف كيف بدي أخرج منها، ما عاد أعرف كيف بدي أطلع منها. على الفور بركب سيارتي وبتوجه لأقرب محل لبيع الكتب أو لمكتبة عامة أو أي شيء،
بحس حالي مدفوعة بقوة خفية، هذه القوة موجودة في حياتي ألمسها يوميا، مدفوعة بقوة معينة إلى رف ما، إلى كتاب ما، إلى صفحة ما، إلى سطر ما، لأرى فيه الوصلة بين ما وصلت إليه وبين الفكرة التي تليها. أعتبر الأمر حدثاً كونياً وحاسة سادسة قادتني لأتجاوز العقبة التي تعثرت عندها. تمام، أشكرك جزيل الشكر أختي وفاء. هذا من ناحية، دعني أعلق. أتت إلى ذهني فكرة في شيء تاني بحب أقوله للأخوة. طبعا كما أصريت في البداية، لا أحد ملزم أن يؤمن بما أؤمن به. مرة أخرى أكرر أنها تجاربي، ومن حقي أن أخرج بالقناعات التي تبلور تلك التجارب. أنا عندي قدرة كبيرة جدا على قراءة الأشخاص طاقويا. أي شخص بقابله بالمقهى، بالشارع، بالمول، بيزورني ببيتي، عندي قراءة، وتلك القراءة لا تخطئ إطلاقا. عندي قراءة أقرأه طاقويا، أستطيع أن أقيمه إن كان يشع طاقة إيجابية أم طاقة سلبية. وعندي طريقتي الخاصة لحماية نفسي من طاقته السلبية، أو من أن أستمد من طاقته الإيجابية إيجابية. يعني ضروري القراءة هاي تكون وجها لوجه ولا على الهانج أوت كمان بيمشي الحال؟ لا، ليس ضروري أن تكون. أنا أتلقى مئات الرسائل يوميا، مئات الرسائل. طبعا لا أستطيع، ليس لدي من الوقت الكافي أن أمر عليها، ولكن أقرأها وأستنبط الطاقة، نوع الطاقة التي يضخها الشخص الذي أرسل لي الرسالة بطريقة لا أعرف. لا تسألني، لأن كما قلت لا أستطيع أن أفسر كل شيء تحت عدسة المجهر أو على طاولة المخبر، ولكنني حتى في علاقات زوجي، البزنس، زوجي رجل أعمال وعنده يوميا علاقات، مئات العلاقات، بيع وشراء وبيت على أشياء وعروض، يقدم عروض، اليوم قدم عرض، أقدم عروض. أنا لدي القدرة طاقويا لأقرأ الشخص الذي يريد زوجي أن يقوم بعلاقة بزنس معه، أقول له باك أوف، أو أقول له go for it. عندي القدرة، وهو يستغرب، هو ملحد كالأخ جان، لا يؤمن بشيء، ولكنه بدأ شيئا فشيئا يؤمن بأن لدي تلك القدرة، وبدأ يثق بتلك القدرة. أكيد أختي وفاء، وبصراحة أنا متشوق أنه ألقاه ونتآمر عليك، يعني بلكي نخليك تلحدي. على كل، أنا أتمنى تكوني يعني أخذتي طاقة جيدة مني، يعني ليس طاقة سلبية. هذا أصلا لازم تعرف لو لم أستمد طاقة إيجابية منك لا يمكن أن أقبل لإجراء تلك المقابلة. هل بإمكانك أن تتصور كم طلب يصلني يوميا، سواء من محطات عربية أو من محطات بالإنجليزي؟ هل تتصور؟ أنا عندما قبلت يعني واحد ما تأخذني بيقول مين هذا البرنامج الإشهر بالإلحاد كي تقبل وفاء سلطان؟ قد يقول البعض أنه المحطة الفلانية، ليس لن أذكر اسم المحطة، طلبت مني مقابلة ورفضت المقابلة. طبعا عدد الذين سيشاهدون المقابلة بالمحطة الأخرى ملايين مقارنة بمحطة إشهر بالإلحاد، ولكن قبلت لأن لدي طريقة معينة لمعرفة أين تكمن الطاقة الإيجابية وكيف أستمد منها وأضخ فيها. عندي طريق، صدق أو لا تصدق،
وصدق وصدق صدقيني وصدق يعني الإنسان ممكن يشوف الإنسان ويحلله من أول نظرة، وهي أنا طريقتي كمان. يعني أنا أشوف الإنسان لما يعني مو أول نظرة، ولكن ممكن يعني أخذ احكي لك تفضل. احكي لك قصه مره صارت معي. احكي لك قصه. تفضلي تفضلي. زين، نحن كل صباح انا وزوجي بنروح على مقهى، مقهانا المفضل، لنشرب فنجان القهوه الصباحي هناك. صدف على عده مرات في شخص بيدخل على المقهى وشكله شكل النيتيف امريكان، اللي هن الهنود الحمر، نحن بنسميهم بالعربي الهنود الحمر، شكله هندي احمر أو من السكان الأصليين لأمريكا. بيحشر حاله بكرسي وراء ظهري، بيحشر حاله حشر. مع العلم المقهى بيكون في طاولات فاضية وبيكون في كراسي فاضية، وبيكون صرت اتضايق منه لدرجة مرة استغربت، بس لم أسمح لفكري، لأنني ما قدرت استمد منه هذيك الطاقة السلبية التي تخيفني منه. لكن طرحت أسئلة مع زوجي، عجب، شو ليش هيك دائما بيحشر حاله وراء ظهري؟ هل هو يتجسس؟ بس نحن بنحكي بالعربي، يعني يتجسس على ماذا؟ والهندي الأحمر عنده ثقافة رهيبة تتعلق بالكون ومفهوم الكون وبالأرواح وبالهي. لمرة دخل ولم يجد تلك الكرسي الفارغة وراء ظهري كي يحشر نفسه فيها. فجلس في مكان بعيد هو وطالع، إجا حط إيده على ظهري، واليوم قال لي اليوم I have lost a lot، خسر كتير. فأنا ابتسمت استغربت يعني كيف. قال هن عندهم مفهوم، شرح لي لدى الهنود الحمر، إنه هنهم بيعرفوا الإنسان الحكيم، والإنسان الحكيم كي تستمد من حكمته ليس شرطا أن تسمع كلامه، يكفي أن تجلس قريبا منه كي تستمد حكمته. فزوجي قال له مبتسما، طيب الحكمة عنده ما عندي أنا؟ قال له لم أشعر بذلك لدي، أنا من أول مرة دخلت الحكمة شيء شدني إلى تلك الإنسانة. ونحن عندنا قناعة مطلقة أنك تزداد حكمة بمجرد أن تجلس قريباً من الحكيم، وليس شرطاً أن تستمع إلى حكمته. لذلك هذا الشخص كرس لدي إيماني بالتبادل الطاقوي بين الإنسان وأخيه الإنسان. كل تأكيد. على كل حال أنا متشوق حتى أجلس مع زوجك ونتآمر عليك بصراحة. يعني في نقطة أخيرة، وأنا آسف للإطالة أختي وفاء، يعني آسف للإطالة، أنا بعرف وقت ضيق. مثل ما قلتي حضرتك، قناتنا يعني أصغر من هيك ما في بصراحة. يعني بدأنا فيها برنامج الجهر بالإلحاد، طبعا وصلنا للحلقة 386. هي ثلاث مرات سكرونا إياها. طبعا من يوم السبت الماضي كان عندي حلقه مع نبينا سامي الدين، وبعد نص ساعه هكروا لي اياها وسموها لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا هالقناه هي هلا فتحتها جديد يوم الاحد، فتحتها هي كثير يعني ما فيها مشتركين حتى. شو بتقولي لهالناس هي اللي حتى هالقناه اليوتيوب الصغيره شايفينها كثير علينا وعم تحاول تكمل افواهنا؟ بدي كلمة أخيرة بها. أخي جان، لو هنن شايفين صغيرة كانوا لا يقيمون لها وزنا. محاولة التحكير دليل وبرهان على أنهم يشعرون بقيمة تلك القناة، ويشعرون بالأثر التي تحدثه. لا تستصغر جهدك ولا نفسك، أنتم تقومون بعمل يعرفون أنه قادر على التغيير، وإلا لما حاولوا أن يهكروا الصفحة، يقرصنوا الصفحة ويحولوها بالقوة؟ لا يستطيعون أن فرضوا، أنا أقول فرضوا الإسلام بالسيف على رقاب البشر على مدى 1400 سنة، ولكن وصلنا إلى وقت لا قيمة للسيف به أمام الكلمة.
الكلمة أقوى من مليون سيف، القلم أقوى من مليون طائرة. دعهم يحاولون ولكنهم سيخيبون. المستقبل لك ولإسماعيل محمد ولأحمد حرقان ولكل الذين يحاولون أن يغيروا في تلك في من تلك العقيدة التي قولبت مليار ونصف المليار داخل صخرة ولم تسمح لهم أن يتقدموا خطوة واحدة. فلا تأبه لهم إطلاقا واستمر في فعل ما تفعله الآن. بكل تأكيد أختي وفاء، وأنا قلتها قبل أنه لن أتوقف حتى تتوقف نبضات قلبي بصراحة، وأنا أسعى للمزيد المزيد وأعطي حياتي كلها للفكرة اللي طلعت بشانها، وهي أنه نخلص أهالينا من هالحروب هاي وهالانحطاط وفكرة الإرهاب والقتل. فقط اعبد ما تشاء، ما لي علاقه فيك، كون مسيحي. يا ريت الشرق الاوسط كله يقلب مسيحي، انا عسل على قلبي يقلب مسيحي ويروح كنهار الاحد على الكنيسه. شو بدك ما تعمل، بس اقل شيء ما تجي تشيل باروده علي وتقول اسلم تسلم. اكزاكتلي انا جاهزه لاساعد في اي وقت. عندما تقابل أشخاص بإمكاني أن أرسل لك بعض الأسئلة التي يعني تضرب على الوتر الحساس أو التي تستخرج ما في عمق الشخص الآخر، أنا مستعدة أن أساعد بكل جهودي وبكل إمكانياتي. ومرة أخرى استمروا، المستقبل لكم. أشكرك أختي وفاء. على كل حال أنا راح أحاكيكي قريبا كمان. طبعا أصدقائي أنا أسف وأعتذر كثير، أسئلة كثيرة، وطبعا هي صار ساعة ونص تقريبا وأنا آسف كثير. ولا يهمك جمع هاي الأسئلة مشان حلقة تانية. أوكي تمام. على كل أختي وفاء، كلمة أخيرة تحبي تقوليها بهالحلقة؟ ما عندي كلمة أخرى، ما عندي كلمة إلا أنه استمروا، ثابروا. ما معقول أي جهد لابد أن يثمر. لديكم كلمة ولديكم قلم، وكما قلت القلم أقوى من أي سيف والكلمة أقوى من أي طائرة. استمروا. والنصيحة اللي بحب لكم إياها، شاركوا النساء أكثر في هذا البرنامج، واستدعوا المزيد من الإناث، وتحدوا الضيف أكثر لكي تستخرجوا ما في أعماقه. ولا تستهتروا بأي جهد، ولا تستهتروا بحجم القناة. القناة عظيمة بأثرها وفعلها، وليس شرطا بعدد الأشخاص الذين تصل إليهم. هي موجودة على اليوتيوب، كل الحلقات موجودة على اليوتيوب. لا يهمك، لا تفكر بحجم القناة ولا تفكر بكبر القناة، فكر بالجهد، فكر بالكلمة التي تنشرها من خلال هذه القناة. مرة أخرى، هي قناة عظيمة وستحدث في عالمنا العربي والإسلامي تغييراً لم يشهده، أو تستطيع أن تحدث هذا التأثير، لم يشهده العالم من قبل. فثابروا، ومرة أخرى أكرر وأقول، المستقبل لكم. شكراً لكم ولكل الأخوة المشاهدين، ولنا لقاء آخر آمل أن يكون قريباً. أكيد وأنا أتشرف بصراحة، وأنا مصمم أنه أقابل جوزك، يعني مستحيل ما أقابله. لازم والله لازم تقابله مشان ما يحس أنه وحيد في حربه ضدي. بالضبط، يعني مشان يحس أنه إله مناصرين وإله ناس. أنا أول مناصريه، يعني سندخل حرب شعواء ضدك يا سيدي. بدي غيركم أنا بالنهاية. لا نشوف طيب. ما تنسى أنه زوجي حلبي.
وانا حلبي يعني، قالوا لك انا من تركيا يعني انا ليش حلبي. انا قبلتك؟ لانه الاكسنت تبعك، لانه اللهجه تبعي تقربني الى المدينه التي عشقتها يوما. حبيبتنا دكتورة وفاء، شكرا حبيبتنا، لك، سلم على الجميع. تسلمي، شرف إلي، وأشكركم أصدقائي طبعا، وأشكرك دكتورة وفاء، وأشوفكم غدا في حلقة جديدة الساعة 8. أشكركم وإلى اللقاء أصدقائي، شكرا لكم، إلى اللقاء، إلى اللقاء.